لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وقلنا سبحان الله، رجل يقول حياة الصلاة لفظة لم يسبق لها لكنها رائعة جدا لعبد رجل جدا جدا، هو يعني بها أن الصلاة ترمى فيها حياة قادرة على ترميمه المصلي والارتقاء به، ويكون مثال وأسوة وقدوة لأنه يفعل تمام التوحيد والاتباع في هذه الشعيرة العظيمة في هذا الركن الذي تكلمنا فيه بالتفصيل. وذكر يعني من أسباب حياة الصلاة الأمر الأول قال حضور القلب وعلامة يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. ثم يقول عليه رحمة الله: أي أنت في الصلاة لابد أن تفرغ قلبك لها أي عن غيرها، وهذا مما يجعلك منتفعا بها بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا فلو دخلت في الصلاة وقلبك مع غيرها فهذا في الحقيقة هذيان، وعدم توقير وتقدير وتعظيم لمن تصلي له. فلذلك احرص على تفريغ قلبك. ثم يقول: وأن السبيل لتفريغ القلب لتحيا الصلاة إنما يكون بالهمة، فمن أهمه أمر يعني سيطر على تفكيره وحسيسه ومشاعره ركز فيه، صح ولا لا؟ حاجة هماك وشغلاك واخدة حيز تفكير، لا شك أن سيكون لها أثر. ولذلك يقول: الواجب عليك أن تنظر في أمر الهمة والتي لا مصدر لها إلا الإيمان، لأن الهمة تضعف وتقوى، تزيد وتنقص. لو كان إيمانك قوي همتك هتبقى قوية، وبالتالي هيكون عندك حضور قلب في الصلاة. وإلا فلو كان إيمانك ضعيف همتك هتكون ضعيفة، مش هيكون عندك تركيز في الصلاة. هذا مفاد كلامه عليه رحمة الله. نعم. الأمر الثاني ذكر قال: التفهم لمعنى الكلام الذي تقرأ في الصلاة أو الذي تردد في الصلاة. أنت في الصلاة ماذا تقول؟ إما قرآن في القيام وإما أذكار وأدعية حسب السنة وما أشرنا إليه سريعا. هو بيقول بقى السبب الثاني لحياة الصلاة هو أن تنتبه لقضية التفهم لما تقرأ سواء من القرآن أو لما تقول من الأذكار والأدعية. نعم، لفظا ومعنى. ما ينفعش بقلبك مع اللفظ بس، لكن مع ما يرمي إليه اللفظ من معنى، وده هيكون أقوى في شد انتباهك ودفعك للتركيز العالي فعلا. لذلك انتبه لهذا المعنى العظيم. يقول: ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى، وهذا في الحقيقة لا يليق، والواجب صرف الذهن إلى المعنى، وهذا مما يدفع الشواغل. وقسم الشواغل التي تحول بين المرء وبين هذا المعنى الجميل في حضور القلب في الصلاة إلى قسمين: شواغل ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر. البصر يعني كان يكون بين يديك وأنت تصلي سواء في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، رسوم، زخارف، أشياء مثلا تشدك، أو سماعا أن تسمع أصوات وموسيقى وضجيج وضوضاء وصخب، برضو مش هتبقى مركز. لذلك يقول هذه شواغل للظاهر أي من جهة السمع والبصر، لكن هو يقول على العموم الأهم والأخطر الباطن.
وهي في الحقيقة من الأهمية بمكان، لأن الباطن أحيانا يكون منشغل وقد تشعبت بك هموم الدنيا ومشارب الدنيا، فهذا لن تستطيع معه أن يعني تحيي الصلاة أو تكون حاضر القلب فيها بالمعنى الأصح. فلذلك يقول احذر من الهموم في أودية الدنيا فإنها من الخطورة بمكان. نعم، يقول إن أكثرت من ذكر الآخرة أعانك ذلك على تفهم ما تقرأ وما تسمع لفظا ومعنى بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم نكمل. يقول المصنف عليه رحمة الله: والأمر الثالث من أمور أسباب حياة الصلاة، ركزوا عشان تستفيدوا منه كويس. والأمر الثالث التعظيم لله والهيبة، وذلك يتولد من شيئين، أي التعظيم والهيبة لا مصدر لهما إلا من خلال هذين الشيئين. أولا معرفة جلال الله تبارك وتعالى وعظمته، معرفة جلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. وإخواني هنا نحتاج إلى وقفة مهمة جدا جدا. من أعظم أسباب حياة الصلاة التعظيم لله والهيبة، ولن تصل لمرحلة التعظيم والهيبة إلا من خلال معرفة الرب سبحانه وتعالى، من خلال معرفة الربوبية والأسماء والصفات، من خلال تتعرف على ربك تمام المعرفة، وهذا يولد في قلبك قدر من التعظيم، والتعظيم يعطي الهيبة، والهيبة تعطي لا شك المعنى المطلوب من الاستكانة والخضوع والخشوع إلى آخره. فنصيحة قبل أن نذكر المعنى الثاني، مهم جدا أن تبحث على قدر التعظيم لله والهيبة، وأن تعلم أن لا مصدر له إلا من خلال المعرفة الحق بالله تبارك وتعالى، دراسة الأسماء والصفات مع دراسة معاني الربوبية. الثاني، الشيء الثاني يعني الذي يؤدي إلى التعظيم والهيبة، يقول معرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة. يا الله، قال لك النفس دنية، النفس عدوة، النفس متفلتة متمردة، النفس تحب الراحة تكره التكاليف والأوامر، النفس يعني ضعيفة من الشهوات والأهواء، النفس قد تكون أخطر عليك من أعدائك. ولذلك يقول يعني معرفة حقارة النفس، بمعنى إن لم تكن عابدا لربها فهي حقيرة، كأصناف الكفار وأهل النفاق الأكبر وأهل الفساد والضلال والانحراف، هؤلاء أحقر عند الله من البهائم والأنعام، بل هم أضل من البهائم والأنعام، وبالتالي هم أحقر من البهائم والأنعام، تخيل. لذلك إن لم تكن النفس عابدة لربها فهي مستعبدة لغيره. عارفين يقصد إيش؟ يعني يا مسلم يا عبد الله، إن لم تكن نفسك عابدة لربها بالمفهوم الصحيح الذي تعلمناه أنه ما خلقها إلا لذلك، فهي عابدة أيضا، لكن لهواها، لشهواتها، لعاداتها، عرافها، تقاليدها، للدنيا الفانية وما فيها، عابدة للذة وإلى آخره، في الحالتين عابدة. فاتق الله فيها واجعلها عابدة لربها، مستحضرة لهذا المعنى العظيم. فيقول ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين اللي هما إيه؟ تعظيم الهيبة ومعرفة حقارة النفس إن لم تكن عابدة لله. يقول يتولد منهما الاستكانة والخشوع. إخواني، وصف دقيق جدا للإمام عليه رحمة الله: الاستكانة، الانكسار، التواضع، التذلل، البساطة، الإخبات، الإقبال، قل ما شئت في الاستكانة. ثم الخشوع، يعني سواء في الصلاة أو في غيرها، الإنسان الخاشع آسر ومؤثر في الآخرين، صورة رائعة جدا جدا. ما فيش كبر ولا استعلاء ولا غرور ولا غطرسة ولا علو ولا استعلاء على الناس، لا لا أبدا، استكانة وبساطة وتواضع وخفض الجناح، معنى
راقي جدا. ويعني والله إن لم يكن إلا هذه الثمرة لهذين الأمرين العظيمين، تعظيم والهيبة لله تبارك وتعالى، لكفى بها ثمرة. والله فعلا يعني نحن نحتاج إلى هذا حتى نستطيع أن نزعم بأنفسنا للمنهج ككل، مش في الصلاة بس، في كل شيء. وإلا كم من أناس يصلون وهم هم الذين على انحراف تام في سائر نواحي الحياة كما تعلمون. نعم. يقول: ومن ذلك، أي ومن مظاهر التعظيم لله والهيبة ومعرفة حقيقة النفس، ومن ذلك الرجاء، فإنه زائد على الخوف. فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته ولا يرجو بره، يعني خايف عشان انتوا عارفين يعني بالعصب، لكن هو بيقول لا، احنا محتاجين منك الخوف اللي هو وليد التعظيم والهيبة، بيولد السكانة وخشية، بتدي خوف وبتدي يعني إخبات عظيم جدا جدا. ويقول: ليتك ترفق مع هذا الرجاء. وده معنى يا أخواني تربوي رقي جدا. الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، لا غنى له عن واحد منهما، لا يستطيع هو الطيران إلا بالخوف والرجاء معا. وإن كنا نغلب جانب الخوف أثناء الحياة والأداء والدنيا والسعة في حالة الاحتضار أو قرب الأجل، أو نغلب جانب الرجاء مع وجود جانب الخوف، وهذا المعنى يعطي الاستكانة والخضوع والخشوع والانقياد. لأن الخوف لوحده فقط قد يؤدي إلى اليأس والقنوط، وبالتالي القعود، وبالتالي ترك العمل، وهذا خطر. ولذلك احرص على أن تجمع بين الأمرين. هو يقول: والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب. يعني بقول إيه؟ الاثنين مع بعض، الخوف يخليك خايف من العقاب، من اللوم، من العتاب، من العذاب، والرجاء برضو يدغدغ عواطف نفسك ومشاعرك إن الأجر عظيم والثواب كبير وفضل الله أوسع وأعظم، فهما معا يعطيان المرجو بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نقول مبحث صغير جدا جدا في غاية الأهمية. الخوف والرجاء في غاية الأهمية لنا، لابد أن تتقلب بينهما ولا تنفك عنهما أبدا. اسمع السلف ماذا يقولون في هذا الباب الجميل. أنا أراني حدثتكم بالتفصيل عن الخوف كعبادة قلبية، رجعوها، لكن عايز أذكركم بس بخلاصة يعني وثمرة علم السلف لما تعلموا هذا المعنى العظيم. يقولون عن حاجة المؤمن للخوف، قالوا: الخوف سراج في القلب يبصر به العبد الخير من الشر، كشاف جوا قلبك بتشوف به الخير من الشر وتميز وتحدد وتقدر تتحرك صح. طيب لو ما فيش خوف في قلبك يبقى ما فيش كشاف، وبالتالي هيبقى في حيرة واختلاط للأمور ولن تستطيع التمييز، فالتمييز إنما يكون بالخوف إذا وجد في القلب. يقول آخر: لا يزال الناس بخير ما لم يزل الخوف عن قلوبهم، فإن زال الخوف ظلوا الطريق. قال لك الخوف ده كشاف، أنت ماشي على طريق مليء بالفتن والعقبات والعوارض، لو الخوف ده سب قلبك وطلع ما فيش خوف في قلبك هتضل، هتنحرف، تستدرج، يعني تدخل في الطرق المعوجة التي على رأس كل طريق منها شيطان. لذلك احذر على كشافك، على نورك بالمعنى الأوضح، حتى تبصر الطريق وتفرق بين الخير والشر. ويقول بعضهم: إذا سكن الخوف من الله قلبا، اسمع هذه الجميلة، أحرق مواضع الشهوات وطرد الدنيا. لا مالكش مكان هنا، حتى وإن كان غني، حتى وإن كان غني، حتى وإن كان عنده أموال،
هي في جيبه أو في شغله، في محله، في شركته، في دولابه، في خزنته، بس مش في قلبه. ليه؟ لأنه عنده خوف من الله عز وجل، فيعمل في هذا المال من خلال هذا الخوف. ويقول آخر: والقلب الذي ليس فيه خوف من الله تعالى كالبيت الخرب اللي مش مسكون، مليان زبالة. تخيل التشبيه، شيء مرعب في الحقيقة يعني. ولذلك السلف الذي دفعني أن أذكر بكلامهم في هذا الباب يقولون أن الخوف المحمود له مراتب، مش مرتبة واحدة بس. فاكرين لما قسمناه كان حوالي 6 أو 7 مراتب. أول مرتبة منه قالوا إيش؟ خوف الإجلال والتعظيم، اللي هو بتاع إيش؟ التعظيم والهيبة. وده ما بيجيش عن طريق المعرفة الحق بالله تبارك وتعالى، ماشي. بأول درجة من درجات خوف التعظيم، الإجلال والتعظيم للرب سبحانه وتعالى، كخوف الملائكة، كخوف الأنبياء والرسل، كخوف الصحابة ومن صار على دربهم، خوف عظيم. ولذلك يقولون هذه المرتبة من أعظم المراتب التي تؤدي إلى حياة الصلاة، فابحثوا عنها والتزموها، لأنها تسبب مكاسب عظيمة جدا للإنسان. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله حق أن تخشوا، إنما أنا أعلمكم بالله، وإيه تاني؟ وشدكم له خشية. كثرة العلم اللي عنده زادته خشية، صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومن مراتب الخوف خوف الوعيد. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بيخافوا من الوعيد جدا. فأنت بتخاف من الوعيد اللي بتقرأه في الصلاة أو بتسمعه وأنت بتصلي، أو بتقرأه وأنت بتقرأ الورد بتاعك. الوعيد اللي في القرآن ده ليك برضه، لازم تاخد بالك وتحتاط. خوف العبد من سوء الخاتمة، مش عارف بما يختم لك، صح ولا فيكم حد عارف؟ لو حد عارف يقول، محدش عارف ولا متى ولا أين ولا كيف سيموت. الخوف من الذنوب والمعاصي ومن آثارها الوخيمة، جزاك الله خير. يعني المؤمن عنده خوف شديد من ذنوبه ومعاصيه، يرى كأنها جبل سيقع عليه يرديه. لكن المنافق والفاسق وأي كلام يعني عادي، ذبابة هكذا وقال لها كده ومشت. لا، المؤمن بيخاف من ذنوبه خوفا عظيما. نعم. من ذلك أيضا الخوف من أن لا تقبل منك الطاعة. فاكرين نحن لما شرحنا قلنا حديث مين؟ حديث عائشة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية، مين يفتكر الآية؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالتهم الذين يعني برضو بيصلوا ويصوموا بس يعني ارتكبوا ذنوب ومعاصي، يعني يسرقون يزنون، تقصد اللي وقعوا في الكبائر، يسرقون يزنون كذا كذا. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وبيعملوا كل حاجة، ولكن يخشون أن لا يقبل منهم عشان ما تخترش بضاعتك وبحسناتك. لا، أنت بتعمل وأنت عندك خوف أن لا يقبل منك. أما بلغك أن أناس سترد يأتون بحسنات أمثال الجبال، مش كده؟ زي الجبال، لكن ألقيت في وجوههم لأنها افتقدت لبعض شروط قبول الأعمال. فهذا معنى راقي جدا. كذلك لو تذكرون أشرنا سريعا إلى بعض مراتب الخوف. الخوف من الفتن، المؤمن العاقل يخاف من الفتن اللي حواليه، والله يخاف على نفسه وهو شايف الدنيا عمالة تتقلب يمين وشمال. الخوف من النفاق، الصحابة الذين بشروا بالجنة كانوا كلهم يخشى على نفسه النفاق فضلا عن الرياء. تخيل المعنى الجميل ده، حاجة فوق الوصف، ماشي. أيضا قيل من مراتب الخوف اللي فعلا الحقيقة الواحد، الخوف من الجهل، نحن ما كناش تعلمنا صح وحصلنا علم يؤدي إلى العمل، ده خوف. خاف على نفسك واعمل بما تعلمت. هذا الخوف ينبغي أن يكون معه جنبا إلى جنب الرجاء. والرجاء كما أذكر تكلمنا فيه أيضا في مرات سابقة قديمة، الأخوة أكيد يذكرون، هو رجاء المحسن ثواب ربه على إحسانه. يعني وبذل وأدى وأخلص
وتابع ويرجو الإثابة من الله عز وجل، ويدعو الله عز وجل أن يثاب أن يقبل، وهو محسن يؤدي وكأنه بين يدين عز وجل، أو يؤدي وهو على يقين أن الله عز وجل مطلع عليه. فهذه وتلك من الإحسان، وهذا من أعظم المعاني. ولذلك احرص أن يكون لديك قدر من الخوف والرجاء معا تسير بهما إلى الله تبارك وتعالى، كحال أولئك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شفت بقى احنا بنتكلم في الصلاة أهو جه الخشوع، رغبا ورهبا، يتقلبون بين الخوف والرجاء. وقال عنهم وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، وحبذا، ودي لطيفة جميلة جدا محتاجين نتعلمها فعلا والله العظيم، لعل الإمام يتعرض لها في نهاية الكتاب، أن تجمع مع الخوف والرجاء الحب، لأن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، أما الحب فهو كالرأس، لو في طائر وطعن رأسه الجناحات تنفع؟ خلاص، يبقى لازم يكون في خوف وفي رجاء مع حب، حب لله عز وجل، حب لدينه، حب لنبيه، حب للإسلام ككل، قرآن وسنة ومنهج تشريع، حب للعمل بمرضاته سبحانه وتعالى، حب للمؤمنين، بغض للكافرين والمنافقين والمفسدين. الحب ده شأن عظيم جدا جدا جدا. فاللهم اجعلنا ممن جمعوا بين الحب والخوف والرجاء. يقول المصنف عليه رحمة الله: وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة. شوف بقى اللطائف بقى الجميلة بتاعت الإمام، بقول أنا عايزك كده تحضر لي قلبك في كل حاجة في الصلاة. والعجيب أنه بدأ منين؟ شوف يقول إيه: فإذا سمع نداء المؤذن، يبقى ده اسمه إيه؟ تأهيل مبكر ولا لأ؟ التأهيل المبكر اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت، يقول لك بدري بدري جهز نفسك أول ما تسمع الأذان أن أنت ستذهب لمقابلتي سبحانه وتعالى وتقف بين يديه. فتبدأ بقى بموضوع إيه؟ حد فاكر بالدور اللي فات؟ التركيز على الأذان. لما كان الصحابة يتكلمون وبلال يؤذن، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال باين كده قدامهم، فقال: يا جماعة يا جماعة، من قال مثل ما يقول هذا، أي بلال، يقينا من قلبي دخل الجنة. مش قلتها لكم الدور اللي فات دي؟ سبحان الله، عايزهم يركزوا معاه، يعني بقول لك ركز. بس هو أنا جايب حتة حاجة صراحة عالية جدا. فيقول: فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة. ده اللي بنادي المؤذن، مش كده؟ المؤذن بقول لك توهم، تخيل ان اللي بيأذن ده مين؟ الملك الذي سينفخ في الصور للبعث. انتبه، اعدد لهذا اجابات. هتقول ايه لو اذن بقيام الساعه وانت تلهو وانت تلعب وانت تظلم وانت تبغي وانت تجور وانت متكاسل وانت متهاون وانت عاق وانت ظالم وانت تاكل حرام وانت هتجاوب تقول ايه؟ هو يقول لك عشان تستفيد من كل متعلقات الصلاه، كل واحده لها حاجه عنده. الاذان يقول لك افتكر كده اسمه ايه الملك اللي بينفخ في السور؟ اسرافيل. فاكرين انتوا الحديث؟ اسرافيل ده عايش في خوف شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صاحب القرن قد التقم القرن، القرن اللي هو البتاع اللي ينفخ فيها للبعث، واصغى سمعه. عارفين يعني اصغى سمعه؟ كسر ودنه عشان يسمع. يلا، يعني ايه؟ بقول لك مستني الامر انه ينفخ في السور فتقوم الساعه، يعني خلاص بعثت انا والساعه كهتين قريب من بعضهم، بس ما فيش حاجه بينهم. فاذا هو بيقول لك استحضر هذا المعنى، معنى هيكون له اثر عظيم جدا جدا عليك في حياتك.
وبأي بدن يحضر. أنت بقى يعني في الصلاة بتحضر بأي بدن؟ البدن بتاعك في الصلاة المفروض أول حاجة هو بيجيب لك أول شرط من شروط الصحة: وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق. حد يقدر يقول يعني يعني ستر العورة شرط في صحة الصلاة؟ لأن أنت عورتك شكلها وحش، يا رأيك لو تلاقي واحد ماشي عريان في الشارع كده حاجة تأذي، صح؟ حاجة صعبة جدا، منظر صعب، فأنت بتستر عورتك، ده شرط في صحة الصلاة. ولك يا مسكين وإن كان ده واجب ولا تصح الصلاة إلا به، فخلي بالك من الأهم. شوف بقى اللي جاي. يا الله. يقول: فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، اللي هي العورة، فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر. يا ربي سلم سلم. عارفين بيقول ايه يعني؟ بشرح لكم ببساطة كده. بيقول زي ما انت سترت العورة عشان تصح صلاتك، سترت بدنك، البطن بتاعك شكله ايه؟ جواك شكلك ايه؟ قلبك شكله ايه؟ فيه ايه؟ خلي بالك لو قلبك فيه كبر وفيه عجب وفيه غرور وفيه حقد وفيه حسد وفيه بغضاء وفيه كراهية وفيه حب للشر وللفساد، فدي مش مستورة على الله عز وجل، مكشوفة. الله عز وجل يعلم السر واخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون. مش تكلمنا في معلم العلم؟ فاكرين ولا نسيتوه؟ عشنا معاه وشفنا المعنى ده، معنى راقي جدا جدا، لا شك ان قد احاط بكل شيء علما، قد وزع كل شيء علما، فالباطن بتاعك مقروء عند الله عز وجل. في رايك سترته وانت داخل الصلاه، ولا بتصلي والقلب خربان وشغال مؤامرات وشغال تفكير في الضلال وفاكل حقوق الاخرين؟ يا عم انت بتعمل ايه؟ بتصلي ايه؟ امر صراحة صعب جدا جدا جدا. يا رب يسلم سلم. نعم. قال: فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها الا الخالق وليس لها عنه ستر او ساتر، او انها يكفرها الندم والحياء والخوف. يعني قصدك هو بيقول في حاجة جميلة هنا، وأنها يكفرها الندم والحياء والخوف. البلاوي اللي جوه قلبك دي عشان ما تيأسش وتفقد الأمل. الندم يشار به إلى التوبة، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الندم، حديث من كلمتين، ماشي؟ يعني هو بيقول لك لو تبت توبة ملؤها الندم، لأن الندم من شروط التوبة الصحيحة، زي ما احنا قلنا قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التوبة الندم، علي فسر، قال الندم بالنسبة للتوبة كالرأس بالنسبة للجسد، وينفع جسد من غير رأس، كذلك توبة بدون ندم لا قيمة لها. عشان كده بقول لك انت عشان تشيل الحاجات دي كلها ابشر، الندم يشيلها. الندم من الاصل ان هو اللي هو التوبه بيولد حياء، لذلك عرفوا التوبه الصادق ونصوح بايش؟ بالحياء العاصم والبكاء الدائم. فيقول لك لو انت ندمت صح، يعني تبت توبه صادقه ونصوح، هتولد عندك حياء، والحياء هيولد عندك خوف، والخوف هيولد عندك ورع، والورع هيعمل لك حاجز عن اقتراف الذنوب والمعاصي. والله يا جماعه كلام الائمه اللي ما ترباش عليه ما ترباش في الحقيقه فعلا، يعني ما احوجنا لذلك. فاحذر من أمراض القلوب وحب الدنيا وطول الأمل والتعلق القلب بالشهوات أو الضعف الشديد أمام العادات والعرف والتقاليد. احذر احذر، الله عز وجل مطلع على ما في قلبك. ثم يقول: وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله،
فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك. يا ربي على كلام الراجل. ولك أنت لما تيجي بتصلي استقبال القبلة شرط صحة ولا إيه رأيكم؟ شرط صحة لمن يعلم القبلة، لو واحد مش عارف خلاص بيصلي تقبل الصلاة منه طالما تحرى وتوقع. لكن اللي عارف القبلة كده ويجي يصلي كده أنا بقول له صلاتك باطلة، أن استقبال القبلة شرط صحة الصلاة. فقول طالما أنك علمت أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فتحريت القبلة واستقبلتها خلاص كده. بقول لك ده كلام جميل جدا جدا، ده بدلك حبيبي. طيب قلبك استقبل المولى عز وجل بالتعظيم والهيبة ولا لا؟ ما هو ما تستقبلش القبلة بس ببدنك وقلبك بايظ، قلبك مش مع القبلة، قلبك مع الحب ومع الدنيا ومع مش كده؟ دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. أي صلاة هذه؟ هل هذه ستنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل هذه ستغير وتقدم؟ موضوع كبير، كبير جدا جدا جدا. ثم يقول: فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت أي الكعبة إلا بالانصراف عن غيرها، يعني اللي عايز يحقق الشرط ده لازم يستقبل القبلة خلاص بيبعد عن أي اتجاه تاني، كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. عارفين يعني إيه؟ حضرتك استقبلت القبلة بالبدن تمام، حققت الشرط، لازم قلبك ينصرف زي ما انصرفت ببدنك عن سائر الجهات إلى جهة القبلة الكعبة، فلازم قلبك ينصرف عن سائر الأمور إلى الله تبارك وتعالى. وده مش هيجي إلا بإيه؟ بالتعظيم والهيبة اللي احنا قلنا على مصدرها من شوية، كلام في منتهى الروعة والجمال. نعم. يقول: وإذا كبرت، خلاص بقى داخلين على الصلاة بقى، الإمام قال استو دخل على الصلاة. وإذا كبرت أيها المصلي، يقصد هنا تكبيرة الإحرام خلاص بتخش بها في الصلاة، فلا يكذبن قلبك لسانك. عارف يعني الله أكبر، أكبر من الدنيا وما فيها، ده لسانك بيقول كده، ده معنى تكبير اللسان. طيب قلبك تفاعل مع المعنى ده ولا لسانك قال الله أكبر وقلبك شغال في البيع والعربية والدكان والتجارة والمشكلة والولية والولاد والدنيا؟ لا، يبقى قلبك ما بيقولش الله أكبر من الحاجات دي، قلبك لسه مشغول رايح في حتة تانية. يا الله، والله الواحد ما عايز يعني يتخطى كل كلمة، عايز أدرس. يا رب يسلم، سلم يا رب. لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت، أنت بتكذب نفسك يعني. فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إثارك موافقته على طاعة الله. فالله أكبر من كل شيء من الدنيا وما فيها من الشهوات والأهواء والعادات والأعراف والتقاليد، فكبر ربك بلسانك وأردف من وراء ذلك التكبير بقلبك أيضا، وإلا فلا. نعم. طيب خلاص احنا كبرنا، أول حاجة بنقولوها إيه؟ فاكرين السنة القولية؟ الأولام مش قلنا سنن الصلاة منها قولية ومنها إيه؟ فعلية. دي السنن القولية اللي هي قال: فإذا استعذت، للاستعاذة سنة زي ما قلنا مش كده، فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي لجؤك إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا. حاجة عجيبة أوي، إيه كلام الرجل ده؟ بيقول من السنة طبعا القولية زي ما احنا قلنا أنك تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في السر طبعا. بقول اوعك تقول كده بلسانك مع ان ده في السر يعني ما بتجهرش بيها، بتقولها بصوت انت تسمعه. اوعك تكون انت بتقول كده بلسانك بس، لا، خلي قلبك هو اللي يلجأ الله يستعيذ به من هذا العدو الذي يراك وانت لا تراه، الذي يقعد لك ليوسوس لك في صلاتك. عارفين المعنى ايه؟ لو حضرتك استعذت بالله تبارك وتعالى من الشيطان وانت على يقين انه قادر على صرفه عنك صرفه،
ان تصدقوا الله يصدقكم ومن يتحرى الخير يعطى. فأين أنت من هذا المعنى العظيم؟ ركز، خلي الاستعاذة بلسانك وبقلبك، ثق أن الله عز وجل قادر على أن ينجيك، أن يخلصك من هذا العدو المتربص بك الذي يراك وأنت لا ترى. كلام في منتهى الروعة والجمال. نعم. فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا. أنا عايز أقول لك، فاكرين الحديث القدسي المشهور وإن استعاذني ها لو أعيذن؟ السلف بيقولوا إيه؟ ولئن استعاذني بقلبه صادقا في طلبه لأعيذنه مما استعاذني منه أو عليه. إيه رأيك؟ ده الله عز وجل بيقول لك، بس أنت استعيذ بيها بس بصدق، مش بتستعيذ بلسانك وقلبك لا في حتة تانية، لا ده أنت بعيد عن فهم هذه الحقيقة. نعم. وتفهم معنى ما تتلو، واحضر التفهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين. المقصد كما مر بنا تفهم معنى ما تتلو، ما يكونش بس مجرد كلام تتلوه سواء كان قرآن أو أدعية أو أذكار، تفهم المعنى عشان تستفيد، عشان يعني تسمو، عشان ترتقي، عشان تحصل المطلوب الأجر والثواب. لذلك انتبه لهذا المعنى العظيم. حينما تقول الحمد لله رب العالمين استحضر هذا المعنى، الحمد لله رب العالمين، الرب الخالق المالك المدبر المعطي المانع، الخافض الرافع المعز المذل، المقرب المبعد القابض الباسط المعطي المانع، الرزاق المحيي المميت، رب هذا الكون والمتصرف فيه. فأنت لما تقول مترددة في الفريضة بس 17 مرة يا أخي، ركز في مرة منهم. الرب يحتاج منك إلى تعظيم وهيبة. كلمة رب العالمين يعني رب جميع المخلوقات والقام على شؤونها والمدبر لها سبحانه وتعالى. ده يخليك حاجة تانية في التعظيم، حاجة عالية خالص. ثم يقول واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم. يا الله، لما تقراها كده الرحمن الرحيم، استحضر معانيها عند السلف وتعبد إلى الله بمقتضاها واطلبها بيقين. أن رحمتي وسعت كل شيء، لكن سأكتبها لمن؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، مش لأي حد، فخلي بالك. ويقول واستحضر أيضا وعظمته عند قولك مالك يوم الدين. يا الله، مالك يوم الدين، هو الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. شوف تخيل بقى، هذه تقال يوم القيامة، من سيجيب؟ تجيب الجميع، لمن الملك اليوم؟ الملك لله الواحد القهار. تخيل بقى تعظيم وإجلال، يديك هيبة اللي توديك للاستكانة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء والحب أيضا. نعم. يقول وكذلك في جميع ما تتلو، سواء قرآن سواء أذكار سواء أدعية، لازم تركز. وإحنا قلنا لكم قبل كده أن التدبر لن يكون إلا بأربعة أمور بالنسبة للقرآن: أن تتعرف على من هذا كلامه، صح ولا نسيتوها؟ أن تتعرف على من هذا كلامه اللي أنت بتقراه، ده كلام مين؟ كلام ربنا. إذن تعظيم وهيبة وجلال. اثنين، أن تتعرف على الكلام ذاته من خلال تفسير السلف المعتمدة. ثلاثة، أن تعلم أنك المقصود بكل كلمة في القرآن، حتى لو كانت بتكلم عن المنافقين وعن الكافرين وعن المشركين وعن وعن وعن، أنت المقصود والسعيد من وعظ بغيره. آخر حاجة قال لك، عشان تتدبر لازم تبتعد عن موانع الفهم، ذنوب المعاصي وأكل الحرام والظلم والبغي إلى آخره. نعم. ثم قال مستشهدا ببعض الآثار وقد روينا، أي عن شيخه علمه، عن زرارة بن أبي أوفى عليه رحمة الله، يقول أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور، اللي هو بدأ يتكلمه عنه، يا الله، قال فخر ميتا، يرى أنه مات. فإذا نقر في الناقور شهق شهق مدوية، سقط قلبه فإذا به قد مات فزعا
وخوفا وخشية من هذا اليوم، إنه يحتاج إلى يعني إجابة حقيقية. نعم، وطبعا عندكم أثر السلف في هذا الباب من باب أولى. الصحابة عمر رضي الله عنه لما سمع قارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سقط مغشيا عليه مرض فيها شهر يعاد في بيته، استحضر للمشهد، توهم للمشهد. سلمان الفارسي سمع قارئ يقرأ في طرقات المدينة إن جهنم لموعدهم أجمعين، هام على وجهه ثلاثة أيام لا طعام ولا شراب ولا نوم من شدة الخوف والرعب والفزع. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، وحبذ لو راجعتم سير أعلام النبلاء يعني أحوال الصحابة والحديث عما كان منهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم، قال واستشعر في ركوعك التواضع. يا الله، الركوع ده مشهد عجيب صح؟ يعني لو واحد قال لك اركع لي، ده انت لو تقطع رقبتي مش هركع لك، ولا ايه رايك؟ ولا عايزين تركع لحد؟ لا تركعوا لغير الله ولا آية العرش. اذا الركوع لله وحده لا لاحد. شو يقول لك؟ لما تيجي تركع استحضر هذا المعنى العظيم، المعنى الجميل، التواضع لله تبارك وتعالى وكذلك لخلقه. يقول وفي سجودك زيادة الذل، أي التذلل والاستكانة والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه. يا سبحان الله، براجل مش هنقول طويل وعريض، بس ده ممكن يكون أمير ووزير وأغنى واحد في العالم وأطول واحد وأقوى واحد، ويسمع الإمام الله أكبر يركع تواضع، الله أكبر بعد أن يرفع من الركوع ويهوي إلى السجود ينزل بكليته سامعا مطيعا، يضع الأنف أعلى شيء في الإنسان على الأرض. يا الله، إيه المعاني دي يا جماعة؟ يقول لك خد الدرس من الحاجات دي، ما تطلعش من صلاتك تتحدى وتتعصب وتتعدى وتظلم وتجور، يبقى صلاتك ما أثرتش فيك. أمال فين التذلل والتواضع والانكسار لله عجل؟ برضو تكون لخلقه من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، وتفهم معنى الأذكار بالذوق، وانت بتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، ينبغي أن تكون حريص على يعني فهم هذه المعاني فهما جيدا حتى تؤثر فيك. تبقاش تقول الأذكار كده تخش من هنا وتطلع من هنا ومش، لا، ركز في الأذكار. واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ وحصول الأنوار فيها التي بها تتلمح عظمة المعبود سبحانه وتعالى وتطلع على أسراره وما يعقلها إلا العالمون. يعني فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده أصلا. نختم بهذا الكلام، من أراد أن تكون له صلاة حية فيها حياة فليستحضر هذه المعاني التي ذكرنا وليؤديها بهذا المفهوم مع ربطها بالآخرة، لأن الإمام كان بيقول لنا بدري لو تفتكروا فكر في الآخرة، أربط الموضوع بالآخرة، ما تنساش الآخرة، مش كده؟ فلو قمنا بأداء الصلاة من خلال هذه المعاني مجتمعة لا شك سيكون لها أبلغ الأثر علينا. وإلا فمن لم يصلي بهذه الطريقة هذا يعني أن له أن يكون صورة مثالية آسرة ومؤثرة. الإمام تحول فجأة إلى فصل في أداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة، وهذا يحتاج منا إلى بسط وبيان تربوي مهم جدا، لأنني في الحقيقة حزين من حالنا مع، لا أقول صلاة الجمعة فقط، مع يوم الجمعة ومع ليلة الجمعة، توقير وتقدير وتعظيم، عندنا استهانة واستهتار وتقصير رهيب في هذا اليوم وفيما فيه من فضل. فندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ما سمعنا وأن يبلغنا الدرس القادم إن شاء الله على خير وفي خير، لنتعلم هذا الفصل كما ينبغي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عايز تقول ما حدش يمشي؟